بنمسك كده ماسكين كده كام تفاحية كده مظبطينهم، اي نوع تفاح يشتغل معاكي الشكل اللي انا هعمله ده دلوقتي، ولكن هو بيعتمد على اللي انت ترفعيه قوي عشان هنعمل تارت دلوقتي شيك جدا جدا وهتشوفيها عامل ازاي. طيب هي العجينة انا مش عايز اضيع وقتي فيها ونقعد نصدع دماغه بالعجان وزبده وسكر باودر، لا هي الموضوع سهل جدا بالنسبه للمقادير دلوقتي عشان نكسب وقت في حاجات تانية اكتر. دي عجينه سابليه عاملينها طبعا قبل الهواء قدام حضراتكم. يلا ننزل مقادير اهي، ربع كيلو زبده. تقدري على فكره تعمليها بطريقتين اتنين، عندك طريقتين اتنين. طريقه اولى في الكبه، حط كل الكلام ده في الكبه ولميها بشويه ميه ساقعه تلج، يعني ميه يكون فيها تلج، وفي الكبه كده تحطي كده تفتحي الغطا من فوق وتنزلي وهي شغاله على السرعه الثانيه، تبداي تحطي شويه ميه ساقعه تلمي معاكي عجينه السابليه، او تضربي الزبده والسكر كويس جدا مع بعض، وبعد كده تنزلي بالبيض واخر حاجه الدقيق. لكن اول اخر حاجه تنزلي بالدقيق تقومي فصل على طول، يعني مجرد ما الدقيق يختفي معاكي تقومي فصل عشان ما ياخدش ايه عرق معاكي. بنريح العجينه ديت حوالي ايه نص ساعه كده في الثلاجه او ساعتين في الثلاجه، لو عايزه تبيتيها كمان في الثلاجه بيتيها. لازم تعرفي العجينه السابليه تبقى حساسه جدا، فاقول لك ازاي تتعاملي معاها. بص بتاخديها كده لو هي طالعه من الثلاجه بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، بسم الله اهو، افضل حاجه بقى لعجينه السابليه عشان ما تديهاش دقيق كتير، افرديها بين ورقتين زبده. والله لو في ورق زبده يا جماعه يبقى كتر خيركم، مفيش خلاص، هو انا ما طلبتوش بصراحه من الشباب، ولكن لو في كتر خيركم، مفيش هنفرد بدقيق عادي اهو. طيب ليه بقى بتقول بقى ورق زبده؟ ورق الزبده ما بياخدش دقيق، انت بتحطي ورقه زبده خلاص يا جماعه مش مشكله، ورق الزبده انت بتحطي عجينه السابليه ما بتحطيش دقيق، تفردي على طول وتحطي ورقه الزبده الثانيه وتفردي عليها، او تشتغلي كده زي ما حضراتكم كده شايفين، بسم الله. بعد ما فردناها قدام حضراتكم اهيت، بنبدا ناخدها ونجيب عندنا فورم التارت. بصي دي فورمه بقاعده متحركه، لازم الحاجات دي تكون عندك، ودي بتقعد بالسنين والعمر كله ما يحصلهاش حاجه. عندك ديت فورمه التارت او صينيه، يعني لو انت ما عندكيش ديت ممكن تجيب الصينيه. ايه فايده التارت المتحرك؟ فايده التارت المتحرك لازم بس اوريكي حاجه عشان تبقى انت عارفاها. ادي الصينيه وادي السابليه. النقطه دي مهمه بس عشان في ناس كتير ما تعرفهاش. احنا بنفرد العجينه بنحطها هنا في التارت صح؟ بعد كده بنسويها. لو انا سويتها هنا وجيت ممكن اقلب ممكن تتكسر مني. فايده القاعده المتحركه عشان بصي اقوم ماسك من تحت كده واقوم شايل دي تمام، ونقوم شايلينها كده لوحدها. كده ناقص ايه؟ القاعده اللي تحت دي اهي. فاهمه ازاي؟ تقدري تشيليها بكل بساطه من تحت وتبداي تحط عجينه السابليه فما تتكسرش معاكي. وفي نفس الوقت بتطلع الشكل الجميل المضلع اللي انت حضرتك بتشوفيه. الصينيه مش هتطلع لك كده. طب هل اللي انا بعمله ده ينفع على الصينيه؟ ينفع مفيش مشكله، ولكن انا بكلمك على الحاجه اللي شيك والحاجه العمليه اكتر. هاخد عندي طاره السابلي ده تقوم واخد اول واحده ديت، بسم الله. تعالوا ايه كان عايز يتفرد اكتر، ما شاء الله الطاره كبير بس عادي مش حس هو بيتقطع كده ولا يهمك، افردي كده اهوت وهنظبطه دلوقتي كل حاجه تتظبط. اهم حاجه ايه؟ خلي العجينه كلها مع بعضها. الضغطه بقى تكون محترمه كده عشان الحروف بتاعته تطلع مظبوطه ما يبقاش فيها مشكله. باخد الزيادات دي كلها كده اهي زي ما حضراتكم كده شايفين اهي. بص بقت عامله ازاي فورمه التارت، سهله سهله جدا، بسم الله. او كاستر لو عندك برضو حطيه كده اهوت فين زي ما حضراتكم كده شايفين.
على الفورمه وهي عجينه، ما عنديش اي مشكله خالص. بعد كده هبدا ان انا افرد. بسم الله. سلامتك يا محمود. حد يجيب ميه هنا لمحمود يا جماعه. خد يا محمود. وبعد كده بقوم فارد عندي الباستر كريم بالشكل ده. الباستر ده طبعا انا جايبه بحط الكوبايه على 3 كوبايات ميه او 3 كوبايات لبن. ده شيء جميل. بعد كده بنعمل ايه بقى؟ بقوم جايب عندي التفاح. ناخده كده. ناخده كده. ونبدا اللي احنا نقطعها شرايح رفيعه جدا زي دي، بس بايه؟ ارفع حاجه عندك. كده. ارفع حاجه. عشان هنعملها على شكل ايه؟ ورده. كده اهو. جميل. وبعد كده تقوم عامل ايه يا جيمي؟ ان هم حاطينها كده اهوت، لفيها عاملينها كده وكده، ونمسك واحده واحده كده ونقوم طالعين بيها. نمسك واحده واحده كده ونقوم طالعين بيها اهي كده كده وكده، ونقوم واخدين الباشا الحلو ده كده ونقوم رايحين فين؟ هنا على الباستر كريم. ده شغل عالي قوي. هرجع بعد ما تطلع بتطلع شكل حلو قوي، شكل الورده. عرفتوا بقى ليه بعملها رفيع جدا؟ عشان تطلع لي تلف معايا، لان لو انا مطلعها تخينه معايا مش هتلف معايا اللفه ديت. بص بقى عامل ازاي. طيب نكمل نكمل. هقطع واخدين دي كده كده اهو، ونوسع من كل واحدة واحدة كده اهو. تمام. نشيل دي وهوب، بنقوم شايلينها كده بايدينا، نلف دي كده هنا ونقوم حاطين. نطلع لك في الاخر شكل بقى ايه الورد ده، طالعه ايه؟ هتطلع ان شاء الله حاجه محترمه جدا. تمام. طيب امسك برده هنا دي. طيب البواقي بتاعت التفاحتين اهم اللي معايا اهم، صح؟ ما يترموش كده من هنا كده. اقوم واخد دي كده، ببقى في البذر صح، ما بقاش محتاجه كده وكده. اقوم واخد دي مقطعها شرايح رفيعة زي دي، ودي برضو نفس الكلام اهي. نقوم ضمنهم على بعض، اللي تخلص نقوم حاطينها ضمنها على التانية. لا لسه مش الفرن دلوقتي خالص، ده لسه بعد ما تخلص، لان كل دي يا جيمي هتاخد تفاح. ماشي مفيش مشكلة يعني ايه. لا يا كبير. بص يا باشا بقى اهي كده، نقوم واخدينها حتى الان كام تفاحه ديت، بس عشان نبقى عارفين. تفاحتين اتنين. هتاخد كام تفاحه؟ ممكن تاخد مثلا حوالي 5 تفاحات او حاجه، يعني مش تاخد كتير. الفكره بس خليكي شاطره في التقطيع، واستغل كل حته في التفاحه وانت شغاله. يعني بصي انا كل دول انت شايفاهم دول كام؟ تفاحتين اتنين. اكمل اهو كده وكده، واجيب عند السكينه ونبدا نقطع شرايح رفيعه. كده اهو.
بعد كده بنبدأ اللي احنا نعملها ايه، عشان بس هنطلع فاصل دلوقتي، هبدأ اكمل لحد ما اخلص عندي الطرد بالتفاح، هلف كل ده. عارف يا استاذ شيماء ما بيفتكش حاجه والله. تعالوا بقى ايه، نحط عندنا التفاح. بسم الله الرحمن الرحيم، عملناه كده بشكل الورده لذيذه. وعارف يعني هي دلوقتي واخده كام تفاحه بالظبط؟ دي رقم 5 عشان نبقى صادقين، بس دي رقم 5 بالظبط. اخر واحده بقى ديت لازم تتظبط قوي عشان تبقى رفيعه ممتعه جدا بعد ما تخلصيها. بص الشكل هيبقى عامل اصلا عامل ازاي. الله الله الله، لقد اكتملت الوردية. لسه فاضل حتة صغيرة مش هسيبها، هديها واحدة راوندية دلوقتي من جوه. لا بص انا هاخد ايه، هاخد ده اهي، ماشي مش عارف دي كده اهي. بص التقطيع مهم جدا فيها، تقطيع تبقى رفيعة عشان اعرف اللي انا اشكل زي ما انا عايز. انا بحب اقفل الحاجة بصراحة للاخر اهي، وبعد كده تقوم جايبه دي كده. شكرا، هي بتقول لي خلاص كده مش محتاجه حاجه. اضغط بقى عليها كده من فوق، بص شكلها عامل ازاي، صوره بقى بعد اذنك اهي. ما شاء الله. تعالوا بقى نعمل ايه بقى، اقوم واخد عليها سكر بني وقرفه من فوق كده، واقوم مسوي على درجه حراره كام، 170، واسيبها براحتها خالص لحد ما تبدا اللي هي تستوي معايا. سكر بني وقرفه، هو التفاح هو روحه كده، التفاح روحه في سكر بني وقرفه، او سكر او سكر عادي، او سكر عادي وقرفه، تدي له طبقه حلوه جدا الكراست اللي احنا عايزينها والكرمله كمان وطعم في نفس الوقت. ناخد بالكلام ده كله ونروح فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، عندي على الفرن درجه حراره 170، ونسيبه لحد ما يكمل التسويه بتاعه. قدام حضراتكم استوى معايا تماما، هنبدا دلوقتي اللي احنا نطلعه نبقى يبرد شويه، وبعد كده نبدا اللي احنا نشتغل بيه. ده الشكل بتاع التفاح، الله تفاحه طريه بقى ايه، وكله استوى تمام، والسابليه كمان استوى. فبسيبه بس عندي يهدى شويه، وبعد كده بنبدا نجيب عندنا الاستاند اللي زي ده واشيلها واقوم حاططها هنا، بس شويه بس تهدى. انا عايز بس اشيل الطرد ده واوريكي ازاي بتشيل. بصي كده اهو، سهله اهي. ايه رايك بقى، السابليه اصلا مستوي من تحت يعني من الجنب، اكيد مش هنشيل الفورمه من تحت دلوقتي خالص بقى، هنسيب القعده دلوقتي عشان ما نشيلهاش تمام اهي. ونقوم شايلينها وحاطينا هنا، ولو تشوف السابليه مستوي ازاي من جوه، وردة التفاح عاملة ازاي، واخدت والكرملت بقى زي ما احنا عايزين، وخدت الطبقة الكراست اللي احنا محتاجينها بتاعت السكر. بصي ممكن لو انت عايز جيلي تلميع طبعا اهي، جيلي تلميع بارد، طبقة كده على الوش بقى ينور لهالك اكتر ويحافظ لك على عمر الفاكهة. الجيلي مش بيلمع الحاجة بس، ولكن بيحافظ على عمر بتاع الحاجة، تفضل معاك وقت كبير. لو قعدتها اكيد مثلا لو انت عملتها الأسرة ولا حاجة هتفضل معاك فترة كبيرة يعني، اهو اسبوع مثلا. انا خلاص كده تمام، ماشي تمام، ادي قدام حضرتك الحاجه